حاجة تغم. يبيعوا الجزيرتين ببساطة كده؟ ايه البجاحة دي؟ دي تغمة اوغاد فاسدة يجب ان يحاكموا ويحاسبوا. حاسب انت كده وانت بتاكل عشان ما توقعش على نفسك، وسمي الله عشان الشيطان ما ياكلش معاك. وهو الشيطان هيسيب اكل المطاعم والفنادق عشان ياكل اكلك انت؟ ده لو كان عملها كان زمانه مات من زمان. اديني في قصف الجبهة يا جدو. قصف الجبهة ايه يا ولد، واحنا في حرب؟ حرب على عمرك يا تحسين. عقلي يا وليه عقلي، انا لو حصل لي حاجه الدنيا هتتلخبط واحتمال تتحولي لكائن غير بشري. تحسين، حد يفهم القرشانه دي اني مش زفت.